مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. نحييكم دائما من موقع هذا الميدان، ونجدد لكم هذه التحية الجميلة، حيث ننقل على حضراتكم انطلاقة هذا اليوم ضمن انطلاقات سن الإذاع. وكما تعلمون دائما هذه الانطلاقات تأتي بالتوجيهات السامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سامية من المقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، وبتوجيهات سامية من المقام السامي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الداعم والمتابع دائما لهذه الانطلاقات الجميلة والمميزة. منذ لحظات هنا تعلن اللجنة شكر دائما موصول لنادي دبي سباقات الهلجنة العربية الأصيلة، شكرا للرئيس اللجنة العليا المنظمة سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم والكوكبة الجميلة التي دائما تعمل في جميع اتجاهات هذا الميدان ونجاحات. شكرا لموقع الناموس الناقل الرسمي لهذه الأحداث. أيها الإخوة، شوطنا الأول شوط الأبكار المحليات، الإذاع هنا في ساحة المعارك ينطلق. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للإخوة المشاركين. هملولة من تستفتح إذاعتنا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع حد شبابنا محمد بن يمع عبد دبيلة، النقلة على الشاهيني في المركز الثاني، وثالث المراكز أيضا تأتي الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حمد بن راشد بن غدير، النقلة هناك على المركز الرابع اللي في المركز الرابع على هملولة، وفي المركز الخامس الكورة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز السادس اللي في المركز السادس ما شاء الله سلهودة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مع سيف بن خلفان الغويص، وفي المركز السابع والثامن الشاهينية والشاهينين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حمد بن راشد بن غدير، وفي المركز التاسع ما شاء الله بنقول هناك الشاهينية سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم حمد بن سعيد بن حلوة، هو في المركز العاشر الشاهيني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم حمد بن الضعيف بن غدي الاسمي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا أيها الجمهور العزيز المميز، هذا الحضور الجميل هنا القادم من هذا الصباح الباكر للمتابعة في هذه الانطلاقات الجميلة. دعنا على حضراتكم انطلاقة هذا الشوط، انطلاقة شوطنا الأول، والمسافة 4 كيلومترات، 4 كيلومترات تستعرض فيها هذه الشعارات بجديدها في هذا العالم الجديد، هذا العالم الساحر، عالم هذه الرياضة العربية الأصيلة، هذا التراث المرموق، هذا التراث المميز، تراث الآباء والأجداد. 2 كيلومترات هناك انقضى، والمتبقي 2 عن خط النهاية. اذهب الى الصدارة الشاهينية على المركز الاول لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم حمد بن راشد بن غدير، ولكن الرد تسلل من هملولة من الجانب الثاني تسيطر على المركز الاول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، النقلة هناك على الشاهينية تأتي بثالث المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حمد بن راشد بن غدير، وصلت هملولة على رابع المراكز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع محمد بن يمع عبد دبيلة، وفي المركز الخامس الله الكورة تنتقل من موقع إلى موقع، والكورة على أرضية ميدانج لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وصلت الشاهينية على المركز الخامس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حمد بن راشد بن غدير، وسلهودة على السادس المراكز ولا بنقول السابع لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مع سيف بن خلفان الغويص، وفي المركز الثامن والتاسع الشاهينية والشاهينية المملوكات لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حمد بن راشد بن غدير، وفي المركز العاشر هملولة لسيدي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم احمد بن سلطان بن رشيد اللي هي هملولة. هكذا هي النتيجة،
هكذا كانت النتيجة. الكيلو الأخير، الكيلو الأخير، كيلو السبوق اللي تريح أعصابك، اللي تريح أعصابك. ما شاء الله بدأت السرعة تزيد، بدأت السرعة تزيد، بدأت الأوامر تصدر على السبق. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء. ولكن أين الأداء في هذا الشوط؟ هناك مع هملولة، مع هملولة اللي تسيطر على المركز الأول، اللي صامده على مقدمة الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن حتى هذه اللحظة من تسيطر على مقدمة الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. الله الله يا الشاهينية اللي بدأت تقترب من الموقع، بدأت تقترب من المركز الأول. بسم الله ما شاء الله، بدون أي توامر، بدون أي توامر تتلقى التعليمات من المضمر حمد بن راشد بن خدير. أبدا ما شاء الله تبارك الرحمن، تبارك الرحمن، تسللها عن بقية المراكز بدون أي توامر. ما شاء الله تبارك الرحمن. والميتين المتر الأخيرة اللي تفصلنا عن خط النهاية، تتلفت يمين ويسار تراقب جماهيرها، جماهيرك كثيرة، محبينك كثار، محبينك كثار. تهانينا للمقام السابي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتهاني دائما لحمد بن راشد بن خدير في افتتاح سن الإذاع في هذا اليوم الجميل، هذا اليوم الرائع. هاي الحصولة. المركز الثاني هملولة سمو الشيخ مكتوم حمدان راشد مكتوم. المركز الثالث لسمو الشيخ أحمد بن سعيد مكتوم. المركز الرابع سمو الشيخ مكتوم بن حمدان راشد مكتوم. وفي المركز الخامس لسمو سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ما شاء الله الشاهينية هي الملكة أيها الإخوة. تهانينا والناموس. 6 دقائق 18 ثانية 58 جزم الثاني. تهانينا والناموس.